استيقظي يا ابنتي. صباح الخير يا أمي. الساعة الآن هي السابعة، لقد تأخرت على المدرسة. نعم يا أمي لقد تأخرت، فلدينا اليوم درس نموذجي في مادة اللغة العربية. ماذا؟ في مادة اللغة العربية؟ نعم يا أمي، للأستاذة افتخار الحمد، إنه عن الألف اللينة. أوه هذا رائع، درس نموذجي. إذن اليوم ستتعلمين كيف ستكتبين الألف اللينة التي طالما تخطئين فيها. أوه أمي لا تحرجيني. أنا فخورة حقا بك يا ابنتي. بكى شكى حكى نما، كيف سأكتبها كيف سأكتبها؟ أوه ما بها لولو تكلم نفسها. نعم لديها درس في مادة اللغة العربية. أوه سأذهب إلى المدرسة، يلا إلى اللقاء. الألف اللينة، الألف 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 اللينة.